مديرية التراث التابعة لوزارة الثقافة وبالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء وضمن برنامج حكاية مكان زيارة للمناطق السياحية والتراثية في المحافظة لعدد من مديري الدوائر الحكومية والمثقفين والكتاب والإعلاميين والفنانين والمهتمين بالتراث. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا استضافة المخرج فراس المصري مدير مديرية التراث بوزارة الثقافة. أستاذ فراس، أسعد الله صباحكم. أسعد الله صباحك، صباح الأخوة المستمعين، وأهلا وسهلا بكم، حياكم الله. يعني أستاذ فراس، يعني هذا البرنامج ما فهمناه أنه جاء استكمالا لمشروع بدأ في مادبا قبل عام. الأهداف الواسعة من ورائه لو سمحتم. هو مشروع برنامج حكاية مكان، هو بتسليط الضوء على الهوية الوطنية وإبراز ما يمتلكه الأردن من ثورة حضارية غنية بمواقع سياحية وأثرية وتراثية وثقافية، وإبراز أهمية الحفاظ على التراث الثقافي الغير مادي في المواقع السياحية الأردنية، وربط السياحة بالثقافة التي تتعلق يعني بالتراث الثقافي الغير مادي. احنا بنحكي في تراث ثقافي مادي وتراث ثقافي غير مادي، وما يرتبط بالمواقع من عادات وتقاليد وحكاية شعبية والروايات الشفوية حول هذه الأماكن، وتطوير وعي المجتمع المحلي بأهمية هذه المواقع والحكايات الشعبية المرتبطة بها، كما أنها ترفع وعي المجتمعات المحلية بأهمية التراث الحضاري بشقيه المادي وغير المادي في تنمية المجتمعات المحلية اجتماعيا واقتصاديا. يعني هو مشروع حكاية مكان انطلق زي ما تفضلت العام الماضي في مادبة، ومن ثم ذهبنا إلى الطفيلة، والأسبوع الماضي كنا في السلط. مدينة السلط الزاخرة بالمواقع الأثرية السياحية والتراثية والثقافية وعادات وتقاليد المجتمعات المحلية التي مرتبطة فيها. هو مشروع انطلق في 3 محافظات وفي استكمال له خلال عام 2022 في 9 مواقع أخرى غير المواقع التي ذهبنا إليها. يعني إن شاء الله الأسبوع القادم الأغوار الشمالية، ثم معان، ثم العقبة، ثم الكرك وهلم جرا والمفرط. يعني 12 موقع سياحي ثقافي تراثي في الأردن. هو استقطاب مجموعة من الكتاب والشعراء والصحفيين والفنانين والإعلاميين والناشطين السوشيال ميديا، وتسليط الضوء على هذه المواقع مع أبناء المجتمع المحلي. يعني هي حالة مثل تعايش يوم كامل ما بين مثقفين نفس المحافظة وضيوف المحافظة من عمان. نعم، يعني أستاذ فراس، بالتأكيد ما دمت تتحدث عن التراث المادي وغير المادي، مثل هذه البرامج تحتاج إلى إعداد مسبق. يعني كل منطقة بالتأكيد لها خصوصية معينة. من يتولى مثلا الشارح التوضيح وضع هذه البرامج؟ كل محافظة احنا بنزورها بيستقبلونا أهل المحافظة، بنحب نسمع أهل المجتمع المحلي، يعني مدير السياحة، مدير التراث، مدير الثقافة، مدير الآثار، احيانا هم الذين يكونون يعني زي الجايد ان اللي بيشرحون عن هاي الاماكن، اضافه الى انه مديريه التراث وزاره الثقافه تحضر درسها، تذهب الى هذه الاماكن ومعها يعني مرجع تاريخي حول هذه الاماكن واهميتها التاريخيه والانسانيه والثقافيه والتراثيه. دائما في معنا يعني الباحثين اللي في المديريه بحاول يستقصوا الأخبار حول هذه المواقع وننشر هذه المواقع على المشاركين في المسير. مثلا يعني سؤال جميل، زرنا أول مرة كنت أنا بزور قبل أسبوعين تقريبا في الطفيلة شجرة طيار، اسمها شجرة طيار معمرة، شجرة معمرة. شفنا قديش في حكايات شعبية حول هذه الشجرة، عمرها استفاء يعني عمرها يزيد عن 1500 سنة، وقديش في حكايات شعبية والناس بيهتموا فيها. احنا بهمنا الروايات الشفوية حول هذه الأماكن، يعني بنحاول نكشفها ونحافظ عليها ونوثقها. نعم، جميل. يعني مثل هذه الأشياء يتم توثيقها بشكل مكتوب لاحقا؟ بالضبط، احنا بنسجلها هناك ونسجلها وبنكتبها، وبنحاول يعني وزارة الثقافة مشكورة تحاول تنشرها في مخطوطات وكتب، ومثلا كان في مجموعة من المسارات التي توثقت
وإن شاء الله تنشر في مجموعة من الكتب. وزي ما احنا نعرف أن وزارة الثقافة ناشطة في نشر المخطوطات والكتب حول التراث المادي وغير المادي، وحتى بترشح مجموعة من العادات والتقاليد المرتبطة بالإنسان الأردني لليونسكو كإرث غير مادي للحفاظ عليه. نعم يعني أستاذ فراس، يعني كما تعلم يعني كثيرا مثلا على صفحات الفيسبوك وغيره يتم تداول صور ونفاجأ أن هذه موجودة في الأردن، يعني أنه لا يوجد لدينا أي معرفة عند طبعا البعض بالتأكيد بشأنها، ويعجبون ويذهلون من جمالها، ولكن يكاد المثل المعروف يعني مزمار الحي لا يطرب ينطبق علينا، أنه نحن نحب أن نذهب سياحيا إلى خارج البلد، وكأن الأردن يعني فرغت من مثل هذه الأشياء والمشاريع والمتنفسات التراثية السياحية الجميلة. يعني برأيك يعني سؤالي على من تقع المسؤولية في مثل هذه الأمور؟ جميل سؤال. تقع جزء من المسؤولية على وزارة الثقافة بصراحة، وهذه المسؤولية يعني احنا رجعني لمنطقة سؤالك، رجعني لمنطقة الطفيلة قرية السلع مثلاً. انا اول مرة بزور هذه القرية، قرية مذهلة ساحرة، ممكن تكون محج السياح والباحثين عن الجمال، منطقة فيها من الجمال يعني شيء مذهل بصراحة. بالطفيلة قرية السلع مثلا كان سلطنا الضوء عليها، ومجموعة من الناس المهتمين حتى الناشطين بالسوشيال ميديا اللي كانوا مشاركين معنا وبثوا مباشر من هذه القرية، في ناس صاروا يسألوني أنا كمدير تراث إنه وين هاي القرية، قديش تبعد عن الطفيلة، وين كيف نزورها، كيف شو الأماكن اللي حولها ممكن نزورها دعانا وما حولها. إحنا بصراحة مقصرين سياحيا وثقافيا بصراحة للآن، إحنا نحاول ننشط ونكون فاعلين على المستوى الأردن والوطن العربي إنه كيف نسلط الضوء على هذه المواقع التراثية والثقافية، نعمل شيء اسمه السياحة الثقافية، نحب إحنا نسلط على موضوع السياحة الثقافية لأنه السياحة مرتبطة بالثقافة بشكل أو بآخر. والأماكن اللي زرناها مثلا زي مادر مثلا، لما تزور أهم معهد في العالم لفن الفتيات تسلط الضوء عليه وتقول للناس بالعالم العربي إنه عندنا معهد بعمل للفاتيكان ترميم لقطعهم السفسائية، أديه هذا الموضوع مهم وتركز عليه وتشوف هذا المعهد اللي مش موجود منه بالعالم إلا اثنين يمكن منها الأردن. هاي قضية. قضية ثانية ومهم كثير، احنا نجيب باحثين مهمين يسلطوا الضوء ويشرحون عن هاي المواقع، وعادة بتكون مباشر على صفحات السوشيال ميديا دائما، حتى زياراتنا اللي فيها ممكن بعض الأشياء اللي هي فنانين والناشطين بالسوشيال ميديا اللي عندهم ملايين متابعين بيحاولوا يسلطوا الضوء على هذه المواقع. وزي ما بنعرف إنه هلأ السوشيال ميديا ناشطة، وممكن صحيح. خبر على الفيسبوك أو على أي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي تكون مهمة بقدر إنك تنشر أكثر من 10 كتب. نعم يعني أنا يعني بحكم يعني اطلاعنا إعلاميا يعني نجد الكثير من المؤثرين في الدول المجاورة يسعون إلى ترويج بلدهم سياحيا على أماكن بين قوسين تعتبر منسية بالنسبة أو غير معروفة إلى البعض، وهي جميلة جدا. هذا في البلدان الأخرى مثل مصر والمغرب العربي، فمثل هذه التجربة يعني بالتأكيد سأتوقع أن يكون لها تأثير كبير أكثر بصراحة من الطريقة التقليدية ربما. ما رأيكم؟ بالضبط، هذا بنحاول نأكد عليه إنه الناشطين، لما الناشطين للسوشيال ميديا وناخذهم معانا بالزيارات ويكون يوم تعايش كامل وبس على صفحات التواصل الاجتماعي، احنا بنحاول نركز على هذه النقطة. بدي أكد لك قضية ثانية، إنه مثلا أنا في زيارات لأحد الدول العربية كمدير تراث قالوا لنا بدنا ناخذك لمكان سياحي تراثي ثقافي، حوالي ساعة ونص بالباص وصلنا، بعد ما وصلنا وإنه بقايا مسجد عمره 80 سنة، قلت لهم أنا مسجد حارتنا عمره 250 سنة. جميل. يعني إحنا بصراحة مقصرين. صحيح صحيح. هم حاولوا يسوقوا شيء بالنسبة لنا عادي وتقليدي، ممكن تلاقيه بجبل عمان بيت قديم يعني عمره 850 سنة، أو في جبل الويبدة. يعني نحاول إحنا نركز على هذه المواقع بشكل يعني مختلف وحديث مواكب للتطور الإنساني الموجود الآن. يعني كل المواقع السوشيال ميديا بتحاول تأكد إنه هاي المواقع اللي احنا مش شايفينها او المجتمعات المحلية بتكون بالنسبة هي شيء عادي، عند المجتمعات الاخرى هي شيء غير عادي، وهذا المكان ممكن يصير فيه محج
يعني حتى نركز على السياحة الدينية قديش أثرها والروايات الشفوية مرتبطة فيها. يعني لما زرنا الأسبوع الماضي مقام النبي شعيب عليه السلام كان له أثر كبير عند الفاعلين والمثقفين والكتاب والشعراء اللي كانوا موجودين معنا والفنانين. جميل. يعني حتى يعني مثل هذه مسألة الترويج يعني أستاذ فراس يعني بالتأكيد لها دور كبير. يعني أنا أشعر بالأسف مثلا لدينا نحن في الأردن كهف أهل الكهف، يعني نقارن وهو يكاد يعني يجزم أنه هو المقصود في آليات الكريمة، في حين أن ثمة كهف أنا أتابع يعني من خلال الإعلام يعني مزعوم بين قوسين في تركيا أنه هو يتم يعني الترويج له بشكل كبير وسياحة واهتمام أكثر. صحيح، عندنا مقام زي ما عندنا مقام أهل الكهف وقديش مهم وهو المؤكد حسب الخبراء اللي بالآثار. صحيح. عندنا شيء مش موجود منه في العالم وهو المقطف، زرناه الأسبوع الماضي. نعم. يعني الواحد لما يزور المقطف في حالة أو الأماكن الدينية بشكل عام، سواء المقطف أو مقام سيدنا شعيب عليه السلام أو يعني الكهف لأهل الكهف، في حالة بتصبك من الصوفية بشكل أو بآخر. صحيح. العلاقة بالدين، وزي ما تفضلت أنت هذا مكان نادر، زي ما عندنا المقطف مش موجود منه بالعالم. سيد المسيح تعمد على شرقي النهر، وأكدت كل الدراسات أنه تعمد عندنا في الأردن. بنحاول نسلط الضوء على هذا المكان. يعني كان في شيء غريب صابنا الأسبوع الماضي لما زرنا هذا المكان على حافة نهر الأردن، قديش كان في خصوصية عند المشاركين بالمسار الثقافي التراثي السياحي اللي صار الأسبوع الماضي. بنحاول نأكد دائما أن مواقعنا هي نادرة وغير عادية وغير تقليدية، ونحاول نخلي المجتمعات المحلية اللي منزورها نورجيهم قديش مهم أنه عندهم. نعم. هذا المكان يعني وأنه في عبق. نعم. تاريخي غير عادي. نعم. يعني إضافة إلى نحاول نسمع مجموعة من الروايات الشفوية لسكان أهل المكان الكبار في السن حول هذا المكان، كيف صار، كيف هم صغار تعاملوا معه. كان في يعني شيء غريب وحلو وجميل بصراحة. نعم، يعني بالتأكيد من الواضح أننا نحن بحاجة إلى هذه المتعة، متعة إعادة اكتشاف ذواتنا مرة أخرى. يعني أشكرك. أن هذه الموجودة والتي تعزز الثقة بالحضارية والثقافية. طبعا كما تعلمون مسألة الحداثة والأجهزة الحاسوبية والهواتف يعني أبعدت الأجيال بالذات الحالية عن مثل هذه الجذور العميقة الجميلة. أبعدتها وقربتها من. نعم، هذا مريد أن أستدرك عليه. نعم، بالضبط، أنه تقدر تحضره وتشوفه وهي قاعدة في البيت. يعني بس بدي أكد قضية صغيرة، الأسبوع الماضي زرنا متحف بيت أبو جابر في الصلب. نعم. هذا البيت اللي عمره تقريبا لا يقل عن 150 عام تقريبا، قديش هو استثمروا السوشيال ميديا وحضرنا فيلم عن هذا البيت وعن الصلب، وكان في تفاعل غير عادي انه كيف مستخدمين الحداثة والسوشيال ميديا وهذا بترويج الصلب ثقافيا وسياحيا وتراثيا. نعم، يعني الاعتماد على شبابنا في هذا الأمر سيكون كبيرا. المخرج فراس المصري، مدير مديرية التراث بوزارة الثقافة، كل الشكر لكم، متحدثا عن برنامج حكاية مكان. بارك الله فيك. شكرا لكم، شكرا للإذاعة الجميلة. بوركتم. الله يبارك فيك. في أمان الله. أهلا وسهلا. يا مرحبا.